السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير يا شباب. استكمالا لكورس ادفانسد كورس ان بريمافيرا، هنبدأ النهارده سيشن نمبر 3. اتكلمنا طبعا يا شباب في المحاضرتين اللي فاتوا عن الدي سي ان ايه وفهمناهم. هنبدأ النهارده اول كيس ستادي. طبعا انا ان شاء الله هناخد مع بعض اتنين كيس ستادي. كيس ستادي هتكون غريبة، هنناقشوها ان شاء الله مع بعض النهارده، او كيس ستادي يعني نوت نورمال او نوت تراديشنال، وكيس ستادي العاديه اللي بتقابلك في معظم المشاريع. هنناقش ان شاء الله حوالي تقريبا 4 محاضرات، ولكن هنتفق على نقطه كده ان شاء الله صغيره قبل ما نبدا. احنا موضوع الاسئله في نهايه كل محاضره، في نهايه كل محاضره هنقفله، هنخلي محاضرة كاملة مثلا. هنبدأ إن شاء الله 4 محاضرات، هنبقى نحدد أنا مايل ستونز معينة كده 4 محاضرات، وهنخلي محاضرة كاملة للأسئلة بحيث ندي ليك فرصة إن تكون أنت راجعت، وفي نفس الوقت تكون فاهم الباكيج على بعضها. بمعنى إن في 4 محاضرات هيكونوا نوع معين من الشرح، وبعد كده نبدا نفصل ناخد محاضره كامله للاسئله، وبعد كده نبدا ننطلق ان شاء الله في 3 محاضرات باقيين يكونوا باقيين لنا. ولكن هبشرك ان شاء الله، يعني حضرتك احنا معظمنا بيفهم اكسل وعرفت دي سم ايه، فخلاص احنا كده خلصنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، خلصنا الكورس. كل اللي هعمله انا ليك ان شاء الله في المحاضرات اللي جايين مجرد ترتيب افكار. فاذا كنت شغال بلانر او ما اشتغلتش بلانر، انت اكيد عارف اكسل. من الاكسل هنخليك تشتغل حوالي 70%، احنا كده قطعنا من الكورس بتاعنا حوالي تقريبا 25% او 30%، باقي لنا حوالي ممكن 65%. منهم ال 65% دول منهم حوالي 35% اكسل، واتبقى 30% بروماتيرا. وهتستمتع، وقلت لحضرتك ان شاء الله هتستمتع وانت بتتعلم الكورس. هنبدا، احنا قلنا 4 محاضرات هيكونوا اكسل، وبعد كده محاضرة إجابة على الاستفسارات بتاعت حضراتكم، و3 محاضرات إن شاء الله أنا ناوي يكونوا 3، ممكن يزيدوا ممكن يقلوا، ما أعرفش يعني، مش هقدر أحدد. هيكونوا بريمافير، يعني إذا الكورس كله هيكون 10 محاضرات أو 11 محاضرة، فيهم 3 محاضرات بس بريمافيرا، وهتطلع منهم إن شاء الله بفضل الله يعني محترف. وهتقيس مستواك مع ناس شغالة في السوق بقالها كتير، وانت تبقى تعمل برنامج هيتفاجئ انك انت عارف حاجات زي كده وانت لسه مبتدئ اصلا يعني. فان شاء الله بفضل الله. ولكن يهمني حاجه واحده، ان انت كل محاضره تبدا تراجعها وتطبقها، لان انا مش هعمل معاك كل حاجه، انا هديك الخطوات. لان انا لو هعمل معاك كل حاجه من الخطوات اللي انا هعملها دي، لو هبدا اعمل البرنامج كامل كامل كامل، مش هيكفينا 30 محاضره. ولكن انا هفهمك السيكونس، يعني هعمل لك مره واحده واثنين وثلاثه، والعمليه بتتكرر بقى كتير، يعني هي عمليات بتتكرر كتير هنفهمها مع بعض. يعني انا اعمل لك مره واثنين وثلاثه بنفس ال3 مرات دول اللي انا عملتهم، انت هتعمل ممكن 10 مرات. هتكون جهزت الاكسل، هتبعته لنا تمام، وهيكون دي جزء من الريكورد بتاعك عشان تمنح الشهاده ان شاء الله. طيب هنبدا النهارده ان شاء الله اول كيس ستادي. قلت لحضراتكم هنبدا 2 كيس ستادي، هنبدا النهارده اول كيس ستادي. اول كيس ستادي كانت معانا يا شباب، هي كيس ستادي غريبه شويه، كانت بي او كيو. بمعنى ان احنا متعودين على البي او كيو بتكون حوالي مثلا 100 ورقه وموضحه كل حاجه، بالمتر المكعب كذا، بالمتر المسطح كذا، بالعدد كذا. انا البي او كيو، تخيل بي او كيو بند 1.1 بس، زي ما هي واضحه قدامك كده. كان جدول الكيمياء بيقول ايه بقى؟ بالمتر المسطح اعداد المخططات التصميميه شامل النوتة الحسابيه وكامل الرخص النظاميه اللازمه من الجهات ذات العلاقه، والاسعار تشمل تنفيذ كامل المخطط التنفيذي شامل كافه المرافق والشبكات وشبكات البنيه التحتيه، مما جميعه طبقا للمواصفات والاشتراطات الفنيه وتعليمات المهندس واصول الصناعه. وعلى فكره كلمه تعليمات المهندس هي كلمه مطاطه، حتى الفيديك في بعض الاحيان بيتغاضى عنها وبيحذفها، يعني حتى لو انت تعقدي يعني الكلمه دي انا ما بحبهاش. ايه تعليمات المهندس؟ فهي مش محدده تمام، ولكن موجوده في معظم ايه، في معظم البيوت عندنا. فبقول لك وتعليمات المهندس واصول الصناعه لموقع المشروع كذا، جنوب مدينه الرياض، الشفه، مع ضروره التزام بتطبيق كافه الاشتراطات العامه والخاصه للجهات
المنظمة للتطوير العمراني في المملكة، يعني بمعنى صح البند كامل في المملكة العربية، والأسعار تشمل الحصول على شهادات الإنجاز ومحاضر تسليم الشبكات والخدمات للجهات المعنية ذات العلاقة. تمام، دي يا شباب بي او كيو. فهي بي او كيو غريبة يعني، على معظم الناس هتحس انها معقول هي دي البي او كيو، اه هي دي البي او كيو بس. وحط لحضرتك بالمتر المسطح، طبعا حط لك المساحة، قال لك 3,858,589، وابدا بقى حضرتك يا بلانر اعمل برنامج زمني. فهتكون المفاجاه، ابدا منين؟ اعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجه. فهتبدا تسال نفسك اسئله اخماس في احداث في اسداس. طب هبدا ازاي؟ تمام؟ بسيطه خالص يعني. لو جت دي يا شباب، ده نوع من العقود مثلا، هو قريب جدا من ايه؟ من التيرن كي او تسليم المفتاح، وهنعرف دلوقتي هنناقش مع بعض انواع العقود باختصار كده. تمام؟ بدأت أنا، دي طبعا أول سلايد أهو، دي أنواع العقود. حضرتك وفقا للمادة 95 من اللائحة التنفيذية، نظام المنافسات والمشتريات واللائحة التنفيذية بالمملكة العربية السعودية، حاطط 7 أنواع من العقود. بقول لك دي عشان بس تبقى فاهم، وبرضه لازم تبقى فاهم حضرتك أنت شغال بطبيعة عقد إيه؟ إيه هو العقد اللي أنت شغال عليه؟ لأنه هيفرق معاك في حاجات كتير هتعرفها بعدين، مش عايز أستطرق فيها لأن الكلام في الموضوع دي بيطول، فأنا عايز بس أخدك واحدة واحدة وخاصة للناس المبتدئة. طيب هنبدأ نستطرق مع بعض المادة 95 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات. بيقول إيه بقى؟ يجوز للجهة الحكومية التعاقد لتنفيذ الأعمال وفقا لأي من الأنماط الآتية، حطتها لك. العقود التي تتم المحاسبه فيها على اساس المقايسه الفعليه على طبيعه الكميات، دي اسمه ايه بقى؟ البرايس بير يونت. هو التراديشنال العقد رقم واحد، دي هي الكيس ستادي رقم اثنين اللي هنبدا فيها مع بعض. تمام؟ يبقى انا حضرتك هنناقش معاك، يعتبر هنناقش معاك العقود كمان اللي هتقابلك، هعمل لك كيس ستادي وفقا للعقود اللي هتقابلك دي. يبقى اذا احنا عندنا اول عقد بيقول لك ايه؟ العقود التي تتم المحاسبه فيها على اساس المقايسه الفعليه على طبيعه الكميات والبنود والاعداد التي تم تنفيذها، وذلك وفقا للضوابط الاتيه اللي بنسموها يا شباب اللي هي البرايس بير يونت. ان تكون في الاعمال الانشائيه والخدمات وهكذا، يعني وفقا لجداول الكميات المحسوبه وبناء عليه كذا، وان تكون الاسعار لبنود الاعمال ثابته ولكن الكميات غير محدوده بدقه، يعني الفكره تكون انت السعر هيكون ثابت في البرايس بير يونت، فعلا السعر ثابت ولكن الكميه قد تزيد وقد تنقص وفقا لزياده معينه ونقص معين هنتكلم عنه لو استطرقنا في العقود بالتفصيل. تمام؟ ويصعب تقديرها تقديرا نهائيا. ان تصرف المستخلصات، دي بقى العقد اللي هو ايه؟ العقد رقم واحد اللي انا قلت لحضرتك، انا بحاول اعيد الكلام عشان الناس ما تتوهش. العقد رقم واحد هتكون الكيس ستادي رقم اثنين اللي هنشتغل فيه. تمام؟ بند جيم، أن تصرف المستخلصات المالية على شكل دفعات وفق الأعمال المنجزة فعلا على أن تقاس تلك الأعمال في موقع تنفيذ الأعمال. تمام؟ يبقى أول نوع من العقد هو النوع العادي اللي بتلاقيه بي أو كيو جاهزة ومديك الكميات وأنت بتسعر، فبكون السعر ثابت والكميات قد تزيد وقد تقل وفقا لجداول زيادات ووفرات بتعمله أنت أثناء التنفيذ. تمام؟ العقد الثاني بقى اللي هو البي او كيو بتاعتنا دي الشبيهه بيه. تمام؟ عقد تسليم المفتاح او التيرن كي. تمام؟ اسمه التيرن كي لو انت بتتكلم عن العقود وفق الفيلك او تسليم المفتاح، وذلك وفقا للضوابط الاتيه: ان يكون في عقود الانشاءات، يعني عقد التيرن كي بيكون في عقود الانشاءات وعقود البنيه التحتيه الكبرى اللي هو وفقا للبرنامج للمشروع بتاعنا هو هيكون مشروع بنيه تحتيه، والمنشات الصناعيه وما يماثلها. تمام؟ أن يكون المتعاقد مسؤولاً عن مطابقة التصاميم والتنفيذ في الموقع، طبعاً من ضمن الشروط أن يكون مسؤول عن مطابقة الحاجات دي. أن ينفذ العقد وفقاً للمواصفات الفنية الواردة في شروط المنافسة. أن يكون تنفيذ العقد بمبلغ مقطوع. تمام؟ دي من ضمن الأساسات الأساسية في أصل التكنيكي، يكون العقد إيه؟ أن يكون تنفيذ العقد بمبلغ مقطوع وفقاً للمواصفات التي تحددها الجهات الحكومية. طيب، يبقى إذاً العقد رقم واحد دي هتكون الكيس ستادي رقم اثنين هنتكلم فيها، ودي العقد رقم اثنين اللي هو يعتبر ايه؟ تيرن كي او تسليم المفتاح. وزي ما قلت لك هي البي او كيو جت بالطريقه دي، انه يكون ملتزم بكذا كذا وما ادانيش فقط غير المساحه. يبقى اذا انا ما معيش غير البند اللي موجود قدام حضرتك دي البي او كيو، ورقه واحده، وسعر حضرتك وحط السعر وابدا اشتغل. تمام؟
طيب احنا جينا عملنا ايه بقى؟ جينا سعرنا قلنا والله البند 3 مليون 858,589 في سعر المتر. طبعا احنا بعتنا استفسارات على فكره، يعني ايه هي البنود في الملاحظه هنتكلم فيها دلوقتي، في سعر المتر 190، فطلع 733 مليون 131,910. يبقى اذا اجمالي كان، يبقى انت كبلانر ما معكش غير الثلاث ارقام دول، معاك الكمية لمساحة الموقع بالكامل، ومعاك سعر المتر، ومعاك السعر الإجمالي اللي هي البادجت توتال كوست اللي هي 733 مليون 131,910. وبعدين في الملاحظات أنا كتبت لحضرتك إيه بناء على الرد على الاستفسارات، حيث أن السعر يشمل، كان احنا بقى طبعا بدأنا طبعا بتعمل استفسارات اثناء طرح المناقصه، ايه اللي هيتنفذ؟ بيقول لك هيتنفذ كذا وكذا وكذا وكذا. بناء على الرد على الاستفسارات، حيث ان السعر يشمل تصميم وتنفيذ شبكه الصرف الصحي، كان في شبكه صرف صحي في المشروع بتاعنا، والمياه والحريق، طبعا هي دي كيس ستادي، ولكن انا لاعب في السعر حفظا، دي انا بنبه طبعا لان احد الزملاء الاستشاريين في المشروع وشغال معانا حاليا، السعر دي طبعا مش هو اللي حفظا على سريه الاعمال طبعا، ان مش هو السعر دي اللي متاخد بيه المشروع. احنا عدلنا في الاسعار، هي كيس استادي حيه لكن المساحه هي هي، ولكن الاسعار متغيره، مش هي الاسعار اللي متاخد بها المشروع. زي ما قلت لحضرتكم، لان المشروع حاليا قيد التنفيذ، والكيس استادي الثانيه برضه هتكون مشروع قيد التنفيذ، بمعنى صح مشروع حي في الواقع. طيب كانت في استفسارات، قالوا ان السعر يشمل تصميم وتنفيذ شبكه الصرف الصحي والمياه والحريق والري والاناره والكهرباء. وايه هي الاناره والكهرباء؟ الاناره دي هي اناره الشوارع، والكهرباء اللي هي كهرباء القوه اللي هتوصل للمساكن، تمام، والهاتف والمحمول، وكذلك طبقه الاسفلت السطحي. طيب العقد دي فيه صعوبه من ايه يا شباب؟ رجاء التركيز شويه، لان هيكون في مشاكل انا هقولها لك بسرعه، ودي عصاره خبره سنين معنى صح واخطاء، ويعني او الباست براكتس اللي وصلنا عليه، وهتلاقيني بشرح لك حاجات ممكن مش هتلاقيها موجوده، فنركز في كل كلمه بنقولها. طيب خد بالك في المناقصه بتقول لك ايه؟ وكذلك طبقه الاسفلت السطحي. قال يعني انا مش هعمل غير طبقه واحده بس؟ مش هتعمل غير طبقه واحده لان في مقاول تاني. يبقى اذا الكيس ستادي دي فيها صعوبه من حاجتين. الحاله الاولانيه ان انت هتواجهك كبلانر ان المقايسه هي بند واحد فقط، ومطلوب من حضرتك تعمل برنامج زمني. طب هعمله ازاي؟ بتحط بيج كويشن مارك، انا هعمل ازاي؟ المشكله الثانيه ان حضرتك معاك مقاول مين كونتراكتور معاك في نفس المشروع، ودي مشكله كبيره. يعني ما صح، انت مش شغال لوحدك، مش بتلعب لوحدك في المشروع ده، انت معاك واحد تاني وكله هيرمي التهم على التاني، والبلانر الذكي اللي يحفظ حق شركته. هتعرف معايا بالظبط واحده واحده هتفهم ازاي تخطط الكلام دي بطريقه احترافيه. يعني اذا كانت في الاستفسارات قالوا لنا انت مش هتعمل الاسفلت، انت هتعمل طبقه الاسفلت السطحيه اللي هي الوير كورس، تمام. يبقى اذا فهمنا من السلايد دي قبل ما نقلب، فهمنا ان مساحه الموقع بالكامل كانت كام عشان نكون شغالين عليه؟ كانت 3 مليون 858,589 متر مسطح، سعر المتر احنا طبعا البي او كيو كانت بند واحد، حضرتك معاك الارض المساحه دي، واحنا هنعمل فيها الكلام اللي انا كاتبه في الملاحظات دي، وحط لي سعر المتر شامل، دي لامسان. سعر المتر يا شباب كان 190 ريال، كان الاجمالي البادجت التوتال كوست كانت كام؟ 700 مليون 33,131 733 مليون 131,910 ريال سعودي. دي اللي احنا اللي هنستفاده من السلايد دي. وكذلك كانت الشبكه زي ما قلت لحضرتك، شبكه صرف وميه وحريق وري واناره وكهرباء وهاتف ومحمول وطبقه سطح وطبقه اسفلت سطحيه. بالمناسبه قبل ما نقلب، المقاول الموجود كان اللي هو شغال معاه الموجود في نفس المشروع كان شغال ايه؟ كان واخد طبقه الستورم ووتر السيول، طبقه السيول اتكلموا مثلا عشان كله جوه متابع معانا، طبقه السيول وطبقه شبكه السيول وطبقه والاسفلت كله ما عدا الطبقه ما عدا الطبقه الاخيره، تمام. نقلب بقى السلايد اللي بعده. طيب جيت انا كمدير تخطيط بالشركه، عملت ايه؟ طلبت اجتماع. فكان ايه بقى مضمون الاجتماع دي؟ طلبت اجتماع مع الاونر
ومع الاستشاري. كان ملخص الاجتماع دي خطاب حي فعلا، انا واخد شورت كات، اشاره الى المشروع والموضوع اعلاه، وللاجتماع المنعقد يوم الخميس كان ب 28 واحد اللي فات 21 نحو مناقشه تحديث الجدول الزمني للمشروع، وحيث تم التوجيه من الساده مكتب الدعم الفني بالشركه الوطنيه للاسكان على ضروره تقديم الجدول الزمني محمد عليه التكاليف والموارد المطلوبه لكل شبكه. عليه نرفق لكم جدول تفصيلي لتحليل انشطه التنفيذ لجميع الشبكات ووحده المتر المربع للاعتماد كآليه صرف المستخلصات، وكذلك نهو الجدول الزمني حسب المطلوب وتحديد نسب الانجاز الفعليه للتنفيذ. بمعنى ايه يا شباب؟ انا جات لي البي كيو بند واحد، فكان مفروض ان انا نعمل لها مجرد انا عملت ايه؟ عملت بريك داون. وعشان برضو تركز، بقول لك ركز في الحته دي، وعشان برضو ما تخش وتعمل بريك داون من نفسك ويترفض، لازم تشارك الاستشاري والمالك معاك، تقول لهم يا جماعه انتوا دلوقتي البي كيو جايه بند واحد، طب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل وات يعني ويت يعني نعمل بالانس او اعاده توزيع الكوست، كل شبكه نعمل لها نوزعها، يعني مثلا شبكه الصرف هتاخد قد ايه؟ شبكه الكهرباء هتاخد قد ايه؟ شبكه الري هتاخد قد ايه؟ وهكذا. تمام؟ وبناء على كده بدات ايه؟ نقدم لهم اليه صرف او بريك داون بسيط كده. قلت لهم والله احنا السعر كان 190 ريال، كله بس يركز معانا، كان السعر 190 ريال، وايه هي البنود اللي هتتعمل الرئيسيه؟ كان هيتعمل معانا الصرف الصحي. انا دلوقتي بدات نعمل ايه؟ نعتبر بعمل بي كيو، او بمعنى صح بنعمل دبليو بي اس، ومن خلال الدبليو بي اس هعمل انشطه مختصره، وبالتالي اقدمها للاستشاري تعتمد. ده دي كله انا لسه ما عملتش البرنامج بتاعي على فكره، دي يعتبر الدبليو بي اس الرئيسيه. قلت لهم والله الصرف الصحي هياخد 52 من 190 ريال، الميه والحريق هياخد، وعلى فكره انا العقد بتاعي لم صم، تمام، انا بنقدم له الحاجات دي بحيث ان انا ما نعديش ال 190 ريال، وبحيث ان الاجمالي الكلي ما يعديش كام؟ ما يعديش البادجت توتال كوست اللي هي 733 مليون و 131000 والكسور. تمام؟ طيب انا بدات نوزع الحاجات دي، قلت له الصرف الصحي 52 ريال، الميه والحريق 25، الري 12، الاناره 18، كهربه القوه 76، الهاتف المحمول 3، طبقه الاسفلت ايه؟ السطحيه 4 ريال بالنسبه ايه؟ سعر ريال على المتر المسطح. تمام؟ طيب اجمالي الكلام ده بيعمل 190، دي كانت اول بريك داون عملها، وفقا لها برضو كان مرفق لها، قلت له دخلت بقى، يبقى اذا انا عندي هنا شبكه الصرف 52، الميه والحريق وهكذا، ركز معايا على شبكه الصرف بقى اللي هي 52. طيب بدات اعمل نخش زي دبليو بي اكتيفيتيز، يبقى اذا كانت الاولانيه ايه؟ يعتبر ايه؟ دبليو بي اس. انا بنوزع على فكره، انا بنتفق على طريقه تنفيذ واليه صرف وازاي نعمل برنامج زمني، وما اشتغلش من دماغي، لازم يبقى اذا حضرتك لما يجي لك بالطريقه دي لازم تبدا تشتغل كده، ولازم قبل ما تعمل حفاظا على وقتك وجهدك تشارك مين؟ تشارك الاستشاري وتشارك المالك معاه. فبدات نقول له شبكه الصرف اللي احنا كنا واخدينها يا شباب بكام؟ ب 52 ريال. قلت له هعمل الرفع المساحي وتحديد مسار الحفر وتجهيز الموقع هعمله ب 2 ريال. تمام؟ الحفر حتى منسوب دي اعمال الحفر شامل، يبقى الحفر والترحيل هعمله ب 20، توريد المواسير والقطع الخاصه كذا، توريد وتركيب. طيب الكلام ده كله انت، عشان بس ما نعديش اي نقطه، الكلام ده كله حضرتك انت بتجيبه كبلانر؟ لا، حتى لو انت عارف لازم برضو انت بتخلي مدير المشروع يقعد معاك. يبقى اذا انا بعمل الكلام دي انا ومين؟ انا ومدير المشروع بتقعده. ليه؟ لان يا شباب وفقا للبي ام اي، مش احنا اللي بنعمل البرنامج الزمني عشان تكون عارف، احنا مجرد بنرتب دماغ مدير المشروع. هو مدير المشروع عنده خطه، احنا بناخد الخطه اللي في دماغه دي بنحطها له كبرنامج. ليه؟ لان هو المسؤول. يبقى اذا انت ازاي تعمل له خطه وتجبره يمشي عليها وهي مش ماشيه على دماغه؟ هو لازم اصلا هو اللي يحط خطته. مجرد انت بتنظم دماغه اللي موجود في دماغه، ايه انت يا باشمهندس هتعمل ايه؟ يقول لك هعمل كذا وكذا وكذا، فانت بتاخد افكاره بتحولها لبرنامج فقط، لا تحط برنامج زمني انت. لانك لو ليه معظم البرامج بتفشل؟ ليه معظم البرامج بتفشل؟ ليه معظم مديرين المشاريع بيكرهوا البرامج الزمنيه؟ بسبب مش هم اللي بيحطوا الخطه، وهو مش فاضي يقعد يقرا خطه غيره والكلام، وتلاقي حاجات اوت اوف سيكونس كتير كانت المفروض حاجات تحصل ورا بعضها حصلت قبل بعضها، كان المفروض تحصل تعمل شبكه الصرف الاول، لقيت نفسك عامل شبكه الاناره
اخطاء كتير. فاذا انا وضعنا الكلام دي كان اداره التخطيط يمثلهم العبد لله مع مدير المشروع، بدات نقول له شبكه الصرف قسمها، انت هتشتغلها ازاي يا باشمهندس؟ قال لي هعمل رفع مساحي، هنحفر، هنورد المواسير والقطع الخاصه، توريد وتركيب كذا، تركيب المواسير والقطع الخاصه، توريد وتركيب وتشطيب المطابق، على فكره ايه؟ اختبار المواسير دي يا شباب بنود، انا بفهمك الفكره ماشيه ازاي. لاحظ انا بختصر، يعني انا في الحاجات دي كنت بختصر، تمام؟ ليه بقى؟ زي بندي مثلا ايه، توريد وتركيب وتشطيب المطابق، انت ممكن تقسمه لحوالي خمس ست انشطه في شغلك. بس خد بالك، خد بالك في من حاجتين، اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع، تمام؟ لو انت عايز شغلك يتنفذ يبقى تعمل حاجه بسيطه وسهله، وزي ما قلت لحضرتك يعني دي بالعربي، اذا اردت ان تطاع فامر بالمستطاع، وبالانجلش if you can't simplify your schedule you don't understand it enough. يبقى اذا انا لازم نبسط البرنامج بتاعي. طيب توريد وتركيب وتشطيب المطابخ دي على فكره ممكن انت اصلا في صب خرس نظافه والبي سي وار سي، وهل هو هيتورد ولا هيتصب في الموقع، وفي تشطيب وفي كذا وفي كذا، يعني ممكن نفنطه لحوالي لحوالي سبع انشطه. يعني اذا توريد وتركيب وتشطيب المطابخ دي ما يعتبرش اكتيفيتي، دي ممكن ايه نقول عليه ورك باكج. ليه؟ لان مجموعه اعمال بتندرج تحتيها، تحت ايه؟ تحتيها اكتر من نشاط. وبعد كده اختبار المواسير، نشاط واعاده ردم الخطوط الرئيسيه حتى منسوب الارض الطبيعيه، شامل تركيب الشريط التحذيري، يبقى اذا كان في ردم وفي شريط تحذير، وكان والتوصيلات المنزليه بكافه مشتملاتها. نشاط رقم دي على فكره يبقى نشاط، التوصيلات المنزليه بكافه مشتملاتها دي على فكره ممكن برضو تكسرهم لحوالي 10 انشطه. يبقى اذا قبل ما تحط البرنامج تكون حريص جدا انت ازاي هتعمل له مونيتورنج اند كنترولنج، ووفقا لحجم الشركة عندك تقدر تنفذ. لو الشركة حجمها ضعيف أو مد، ووفقا برضو لمدة المشروع، يعني إذا التقسيم له كذا حاجة وملهوش رول معينة، واللي يقول لك في قاعدة معينة بتقسم لك للتنفيذ مش 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 مظبوطة. إذا مفيش قاعدة معينة تثبت لك إيه إن الكلام ده كام نشاط في الموضوع دي. ليه؟ حسب مدة المشروع. طب المشروع دي طيب على فكره لاحظ مدته داخل على مليار، وفي نفس الوقت مدته سنه، فاذا مضغوط، فاذا حجم الاعمال كبير، يعني بمعنى صح ايه؟ القوه العامله رهيبه، فالتوصيلات المنزليه بكافه مشتملاتها دي هتنزل قوه جباره تخلصها لك بسرعه اصلا، يبقى ما فيش وقت انك تقسمها. يبقى امتى نقسم؟ والله لو كان العدد بسيط ومده طويله، تمام؟ مده المشروع طويل، فانا بقول لك المشروع دي دخل على مليار وفي نفس الوقت مدته سنه. وبالتالي انا كنت بنختصر ليه؟ لان هيبقى في تقارير شكل اسبوعيه، فلازم برضو لما تعمل برنامج زمني تكون هتقدر تتابعه. ما انت ما تقعدش تفضل، ممكن نقعد نفصل في الانشطه، تلاقي انا من اسبوع لقيت برنامج فيه 140 الف ريسورس، البرنامج قاعد يفتح في ساعتين، انت متخيل الرقم؟ و18000 نشاط، فدي حاجات رهيبه مش هتقدر تتابعها ابدا، كل ما هتزود زود بس مش هتقدر تتابع. بس حاول، انا بقول لك في السياسه بتاعتك ايه؟ حاول تختصر بقدر الامكان، ولكن الاختصار وفقا لسياسه الشركه. زي ما قلت لك انا توصيلات، واديتك مثال اهو، التوصيلي المنزليه بكافه مشتملاتها دي ممكن يتكسر لحوالي 10 انشطه. المواسير الحفر والمواسير والوصلات والربط بالخط الرئيسي والتوصيل بالوحده السكنيه والاختبار، شفت الكلام ده كله؟ الكلام ده بس ليه بقى انا مختصره؟ انا مختصره لان حجم المشروع قليل وحجم العماله رهيب، يعني هينزلوا هيخلصوا الحاجات دي هينجزوها في ثواني، فما فيش وقت انك تتكسر، لان انت ما تقول له مثلا الحفره هيحصل وفي نفس الوقت والله المجموعه، يعني بمعنى صح في اسبوع هيكون خلص لك ايه؟ خلص لك طريق كامل او فرعه كامله في ثواني. وبالتالي ما فيش وقت انك ايه؟ انك تقسمها. ولذلك انا اختصرت. يبقى اذا الاختصارات دي انت حضرتك حر فيها حسب سياسه شركتك، حسب طبيعه المشروع، حسب مده المشروع، فهي ليست قاعده اساسيه عشان ما تاخدهاش مني وتقول لي ان انا كنت حاطط التوصيلات المنزليه بكافه مشتملاتها نشاط واحد. تمام؟ اجمالي الكلام ده كله ادانا 52، اللي هو فين يا شباب؟ اللي هو 52 اللي احنا خدناه هنا من الصرف الصحي، تمام؟ هخش بعد كده على المياه والحريق، بدات برضو نقسمها الرفع المساحي وتحديد مسار الحفر وتهجيزه، ووصلت ايه؟ وصلت بيه لل 23، تمام؟ وفي نفس الوقت بقى بنبدا ايه؟ ايوه الاخر حته عشان ما اتكلمناش فيها.
مساحة الموقع احنا قلنا كام؟ 3 مليون 858,589، تمام؟ قيمة أعمال شبكة الصرف عاملة كام؟ عاملة 200 مليون 646,628. يبقى إذا أنت ضربت إزاي ووصلت للرقم ده إزاي؟ يبقى إذا أنا بنحول دلوقتي اللامب صم أو النشاط الواحد مجرد أنا تعتبر بنعمل بي أو كيو، تمام؟ عشان نعرف نشتغل، تمام. يبقى اذا قيمه اعمال شبكه الصرف كانت عامله كام؟ كانت عامله 200 مليون ونص او اكثر بشويه، تمام. هنخش بعد كده على شبكه مياه الحريق. شبكه مياه الحريق بدات انا نقسمها بالطريقه اللي حضرتك شايفها دي، وبتبدا بقى تراجع الاستاد. هنحاول نعدي على الكلام دي بسرعه عشان نبدا ننتقل ايه للاكسل بتاعنا نشتغل. طيب، وبعدين قلت بقى كانت هي قيمه الاعمال بتاعتها 23، وقسمت كسرت ال 23 زي ما انت شايف كده حضرتك، الرفع المساحه وتحديد المسار بكذا، الرفع الحفر حتى منسوب بكذا، الى ان وصلت ايه لما عدتش ال 23 الرقم بتاعي، وكانت الاجمالي كام؟ كان الرقم اللي حضرتك شايفه دي تحت قيمه اعمال شبكه ايه الصرف، تمام. شبكه الري نفس القصه، دخلت برضو على شبكه الري. الكلام ده كله يا شباب احنا انا عملته في خطاب بالنسبه للخطاب الاولاني، وتوافق عليه من الاستشاري والملك قبل ما ابدا. شوف انا باكد الكلام، يعني الخطاب اللي انا راجعته مع حضرتك الاول خالص اللي هو ده، عملت صيغه اجتماع وقعدنا في اجتماع واتفقنا، قالوا خلاص ده بيعملوا لنا اليه صرف، بدات اعمل له الكلام دي، تمام. طيب، شبكه الري عملت فيها البنود اللي حضرتك شايفها دي بحيث ما تعديتش ال 12 ريال، وكانت عامله المبلغ اللي حضرتك شايفه دي. طيب، بنبدا اللي هي 46 مليون 303,068. شبكه الهاتف نفس القصه. شبكه الاناره برضو نفس القصه، وزي ما قلت لحضرتك الانشطه اللي موجود قدام حضرتك ده هي انشطه حسب حضرتك. لاحظ برضو لما نيجي نتكلم على الاناره انا ما كتبتش عدد الاعمده، خد بالك برضو من الحته دي هنقف عليها شويه عشان برضو ايه دي هنشرحها لك في الكيس ستادي الثاني، تمام. ليه برضو ليه تسالني بتقول لي ليه انت ما حطيتش برضو عدد الاعمده، ليه ما حطيتش عدد الوصلات المنزليه؟ يعني ممكن سؤال ينطرح برضو، طب يا باشمهندس انا عندي كم وصله؟ يعني مثلا في النسبه دي التوصيله المنزليه بكافه مشتملاتها، طب في كم وصله؟ ما هو انا على فكره انت لسه في البدايه والعقد كله مطروح، المطروح تعمل برنامج زمني، فاذا انت ما عندكش حصر، فما عندكش حصر دقيق، تمام. طيب، الرفع فاجئنا في شبكه الاناره. انا دلوقتي بنتكلم ان توريد قواعد الاناره، توريد اعمده الاناره والكشافات بالسعر كذا، توريد قواعد الاناره كذا، توريد وتمديد الكابلات شامل فرشه الرمل بالكلام بكذا، توريد اعمده الاناره شامل تركيب القواعد والكشافات ب 2 ريال والاختبارات بايه؟ ب 1 ريال، وكان الاجمالي 18 ريال، والاجمالي الكلي يبقى اذا قيمه اعمال شبكه الاناره 69 مليون 500,454,602 ريال. يبقى اذا ايه دي كانت شبكه الاناره. هنخش بعد كده على شبكه الكهرباء. شبكه الكهرباء سعرها عالي جدا، لاحظ ان هي عامله كام؟ عامله 293 مليون 252,764 ريال، تمام. طيب، بعد كده اتنقلنا على اخر حاجه طبقه الويل كورس اللي هي طبقه الاسفلت النهائيه، عامله 15 مليون وكسور، تمام. اذا انا حولت كده يا شباب، حولت البند الواحد اللي هو كان موجود عندي لبي كيو، حولته يعتبر لشبه برايس بير يونت عشان تعرف تشتغل. طيب، شبكه الصرف عامله 200 مليون وكسور، شبكه الميه والحريق عامله 96، دي اللي يعتبر البي او كيو سامري اللي انت بتشوفها اصلا في ايه لما يجي عندك بي او كيو. الميه والحريق اللي هي 96 وكسور، 96 مليون وكسور، الري 46 مليون وكسور، الاناره 69 مليون وكسور، الكهرباء والقوه عامله 293 مليون وكسور، والهاتف 11 مليون، وطبقه الاسفلت. اذا الاجمالي اداني كله، بدات تشيك على فكره انت بتعمل الحاجات دي كلها بحسابات وبتظبطها انت ومدير المشروع. يبقى اذا مهندس التخطيط مع مدير المشروع يبدا يظبط الحاجات دي. اذا الاجمالي كله عمل كام؟ 733 مليون 131,910، تمام. اذا انا كده ايه وصلت عن عملت ايه عملت بي او كيو. هبدا اعمل ايه بعد كده؟ بعتها طبعا تبعتها حضرتك للاستشاري ايه يعتمد. يبقى اذا انا حولت البند دي يا شباب، حولته للرقم دي الاول، وبعد كده بدات نكسر نعمل ايه، نعمل حاجه زي البي او كيو.
وعملنا البي او كيو. هننتقل بعد كده هنعمل ايه بعد كده. طبعا انت بعت الحاجات دي، بعت الحاجات دي تعتمد من الاستشاري، واعتمدت خلاص قبل ما تفتح البرنامج بتاعك وتشتغل، عشان ما تشتغلش ويترفض شغلك. يكون اذا احنا بنبقى متفقين، يبقى قبل ما نعمل الحاجات، قبل ما نعمل الشغل دي بنبدا بنعمله بالطريقه دي، بنكسره. لما يجيني لما تجيني البي او كيو بند واحد زي ما حضرتك شفت كده، بتقسمه بالطريقه دي او ما يشبه الطريقه دي، ولكن دي اقرب طريقه هتلاقيها قريبه من الصواب. الارقام بقى والاسعار والويت والكلام ده كله دي بتغير، ولكن التقسيمه بتاعتك انت بتبعت استفسار ايه الحاجات اللي هتتعمل من خلال الحاجات اللي هتتعمل دي، بتبدا تعمل دبليو بي اس. يبقى اذا هنا لما نيجي نتكلم، هي دي الدبليو بي اس بتاعتي، دي الدبليو بي اس يا باشمهندس اللي هتلاقيها في البرمافير، ودي الاكتيفيتي. هتقول يا باشمهندس الاكتيفيتي مش كافيه، قلت لحضرتك ليه مش كافيه، ممكن تزودها وممكن تعدلها براحتك، قسمها زي ما انت عايز. تمام. هنبدا بعد كده هنبدا نعمل ايه. عملنا بعد ما اعتمدنا، دي طبعا كان المشروع يا شباب بس نظره عامه كده، دي المشروع الكامل اهوت. تمام. اللي هو عامل 3 مليون وكسور. اتقسم المشروع لزونات. الصوره واضحه يا باشمهندس؟ ايوه تمام، هندسه واضحه، الصوت واضح والصوره واضحه تمام يعني؟ كل حاجه واضحه تمام. طيب دي يا باشمهندس، دي زي ما قلت لحضرتك الموقع الكامل اللي هو عامل 3 مليون وكسور متر مسطح. تمام. بدات ايه بقى؟ تقسمه لزون. والتقسيمات دي على فكره بتبقى برضو بناء على الاونر، متفق معاك فيها ليه؟ لان مش انت لوحدك في المشروع، مش انت لوحدك حضرتك في المشروع. تمام. فبدأت تقسم، لاحظ في التقسيمه بتاعتنا، لاحظ ان دي ايه، نبدا من زون واحد، زون واحد فيز واحد، زون واحد فيز اثنين، زون واحد فيز ثلاثه، زون واحد فيز اربعه، زون اثنين فيز واحد، زون اثنين فيز اثنين، زون اثنين فيز ثلاثه، زون اثنين فيز اربعه، ماشي، وهكذا زون ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، ثلاثه على فكره الزون ثلاثه متقسمه لثلاثه، زون اربعه متقسمه واحد اثنين ثلاثه اربعه. يبقى اذا احنا المشروع يتقسم، يعتبر ل نتكلم دلوقتي احنا عندك 4 في 4 في 16 15 زون، او يعتبر اتقسم ل 15 مشروع صغير. تمام. ودي برضو التركه اللي حضرتك لازم تاخد بالك منها، ان انت ازاي تعمل، ازاي تقسم بالمشروع بتاعك عشان ما يبقاش عندك هاي فلو، التوتال فلوت عالي. ايه العلاج الاساسي، ايه العلاج الصواب انك تتجنب يكون عندك توتال فلوت عالي؟ تقسم المشروع لاكتر من زون اكتر. طبعا هنا دي متقسم عشان بحكم ان في مقاول تاني، ولكن انا بقول لك لو انت موجود لوحدك في المشروع وليك الحريه الاختيار انك تقسمه، قسمه لزونز كتير وتحت الزونز فيس، وهتعرف دلوقتي واحنا شغالين ليه، ليه التريكه دي، لان هخليك تلعب بالبرنامج زي قطع الدومينو. تمام. تحرك قطعه تاخد الفلوت اللي انت عايزه، تحرر دي اولا، تريح نفسك. الكلام دي ممكن للناس الجديده مش هتبقى مستوعبه كويس، ولكن في الشغل هتفهمه. تبدا من خلال تحرك قطعه عن قطعه، تزود مثلا زون، على سبيل المثال مثلا زون 3 فيز 3، زون 3 فيز 3 دي ممكن تقسمها 2 لو لقيت الفلوت عالي في المنطقه دي، وتيجي ايه بنفس الانشطه بنفس الكميه، وتبدا تعمله في الاكسل وتبدا تقسمه عشان يقلل من الفلوت بتاعك، وفي نفس الوقت تريح مدير المشروع في الشغل. يبقى اذا فهمنا من كده ان المشروع اللي هو كان بالطريقه دي، مشروع كامل بالطريقه دي، المدينه دي اتقسمت ل 16 15 مشروع صغير. هنبدا مع بعض، هعرض لكم الاكسل اللي احنا اشتغلنا عليه، واللي هو اعتبر فيه 50% من الشغل. عشان ايه؟ بص يا باشمهندس، كل اللي انا عملته احنا هنبدا مع بعض في اكسل زي دي هنعمله. الاكسل ده يا باشمهندس لو حضرتك عملته، اقول لك ان انت وصلت ل حوالي 75% من الشغل بتاعك. يبقى اذا انا شغلي كامل، انا لما اخلصه، كلنا طبعا عارفين اكسل، عارفين اكسل، لو انت طبعا فهمت الدي سي ام اي وفاهم الاكسل، معدات بسيطه جدا وتريكات بسيطه جدا وحاجات يعني ما فيهاش اي صعوبه،
اذا هنبدا مع بعض في الاكسل، نبنيه مع بعض. انا عملت ايه في الاكسل؟ انا كل اللي عملته بطريقه بسيطه جدا، بدات نعمل نحول الكلام اللي احنا قلناه هنا، نحول الكلام دي لبرنامج زمني. طيب تعال، ما احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ السور سيستم. السور سيستم اللي اعمال شبكه الصرف. لما نيجي نتكلم هنا الصرف تحت من السور سيستم ايه؟ لما نيجي نتكلم مثلا هنا، لو بدانا نراجع بقى ال دبليو اس اللي احنا عملناها. طيب تحت من السور سيستم ايه يا شباب؟ انا عملت البوتابل واتر، بعد كده الاريجيشن سيستم اللي هي الماي شور، بعد كده الاريجيشن سيستم، الالكتريكال سيرفيس، الكيبل اللايتنج بوستس، بعد كده التليكومينيكيشن سيستم والويرنج كورس. يبقى اذا الخمس بنود دول او الخمس دبليو بي اس دول اللي هم ايه؟ اللي هم معانا الصرف الصحي، المياه والحريق، الري، الاناره، الكهرباء، القوه، طبقه الاسمنت. حضرتك لو عديت دول هتلاقيهم سبعه، ولو عديت ايه دول هتلاقيهم سبعه. طيب اول خطوه بدات ايه؟ بدات اني احولهم بالطريقه دي. طيب ايه اللي انا عملته تاني بعد كده؟ لاحظ دول هيبداوا يتكرروا. ايه اللي انا عملته تاني بقى؟ لاحظ ان عندك زون اتنين فيز واحد، تمام، اللي هو دي. تمام يا باشمهندس. بص يا شباب، يبقى اذا انا عشان بس نبقى الناس فاهم، انا كل اللي عملته الصرف حولت الكلام ده كله حولته للطريقه دي. اذا فيها صعوبه. انا دلوقتي هنراجع وهنبدا مع بعض. على فكره احنا هنراجع النهارده، وممكن لو في وقت هنبدا نبني نبدا نبدا نبني نبدا نبني دبليو بي اس واحده او اثنين وثلاثه، وبعد كده حضرتك هنبعت لك هنبعت لكم اللي انا بنيته وتبنوا عليه، وفي نهايه الكورس هديكم الاكسل دي. تمام. يعني انا مش هديكم الاكسل دي والكيس ستادي الثانيه، هديكم برضو الاكسل بتاعها، بس بعد ما ايه؟ بعد ما نكون خلصنا الكورس. احنا انا بوديك بفهمك نظره عامه، او بطمنك ان انت حضرتك انت فاهم، او انت عارف 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 تخطيط. بمعنى صح، انا كل الحكايه هرتب الخيوط، هرتب لك هربط لك الخيوط في بعضها. تمام. انت النهارده بتاريخ النهارده حضرتك فاهم 70%، باقي لك بس 30%، ومش هتحس مش هتحس بصعوبه وانت شغال عليه. تمام. يبقى اذا يا شباب انا كل اللي عملته حولت العربي اللي مكتوب بالعربي هنا، الصرف الصحي والميه والحريق والري والاناره وكهربه القوه، حولته لي بالطريقه اللي حضرتك قاريها دي. بس خد بالك بقى من طريقه التنظيم. ايه هي الزون واحد اللي هي زون اثنين مثلا، فيز واحد وزون اثنين فيز اثنين وهكذا، اللي هو حضرتك اللي انا قلت لك عليه، اللي هو دي. انا قلت لحضرتك ان انا مقسم البرنامج، اتقسم يعتبر ليه 15 برنامج صغير جواه، او معنى صح 15 مشروع صغير، سب بروجكت. تمام. وليه حضرتك انا بادئ بزون اثنين ما بداتش بزون واحد؟ لاولويه العمل. ليه؟ لان في مقاول تاني موجود. يعني حضرتك ممكن ما تبداش بالترتيب، فهتلاقيني برضو مش بادئ لك بالترتيب. انا بادئ مثلا هتلاقي انا بادئ مثلا زون واحد، زون اثنين فيز واحد. تمام. يبقى اذا كلمه زون والكلام ده كله انا واخدها من الايه؟ واخدها من الصوره دي. تمام. طيب بدات انا كتبت له في الاول خالص، قلت له زون اثنين. طب تحت زون اثنين ايه؟ مش احنا مقسمين زون اثنين يا شباب لاربعه فيسز؟ طيب زد زون 2 دي اختصار ايه لزون اثنين. بالمناسبه الشيء بالشيء يذكر، حضرتك هبعت بعد برضه في نهايه الكورس هنفهم حضرتك ازاي تقدم مشروع، ازاي تقدم برنامج تقرير. طيب في ليست اوف سامبل اند ابريفيشن. يبقى اذا كل اختصار هتكتبه لازم تقدم حاجه اسمها ايه؟ اسمها الليست اوف سامبلز اند ابريفيشنز، هي قائمه بالرموز والاختصارات. حضرتك لما تلاحظ هنا، عشان بس لما تيجي تقول لي طب هي ايه يا باشمهندس كلمه زون، انت حضرتك كاتب زد 02 وزد 02 فيس كذا وزد ايه الزد دي، لازم تقدم في البرنامج، وهتفهم مع بعض بعد ما نخلص الكورس ازاي، بعد ما بخلص بقى ازاي هنقدم الشغل. فتلاحظ كلمه اختصار هنا زد، هنا بتقرا معايا كلمه زون وتي اس كذا، هتلاقي نعمل اختصارات واي اس مثلا كذا والاي اس كذا. يبقى اذا حضرتك برضو وانت بتقدم البرنامج بتاعك لازم يكون مرفق له حاجه اسمها في ضمن الدوكيمنت المتقدمه. طبعا هو بيتقدم كبي دي اف واحد زي كده، من ضمن الدوكيمنت بتاعتك المتقدمه بتقدم الليست اوف سامبلز ان ابريفيشنز. تمام. وبتعمل برضو تشيك يا شباب، برضو اللي احنا بس بنعمل مراجعه سريعه، بس بتعمل حاجه اسمها تشيك. لاحظ ان احنا اتكلمنا على الدي سي ام اي، الشباب اللي تابعت معاك تعمل حاجه اسمها تشيك على الدي سي ام اي اهو.
تقول له خلي بالك. طبعا بقيه النقاط اللي مش مذكوره هنا، حتى لو تفتكروا ان في احد الشباب سالنا وقال لي ايه النقاط اللي بتستعمل اثناء البيز لاين، قلت له اللي كذا كذا كذا، فدي النقاط اللي اثناء البيز لاين، الباقي اثناء الابديت. فبتعمل حضرتك تشيك في للدي سي ام اي، تمام. دي طريقه برضو لو هنتكلم مع بعض، دي طريقه تقديم البرنامج الزمني. اول مره بتكتب الكفر وبتكتب، لو انا هقدم البرنامج طبعا هنشرح الحته دي عشان كله يبقى عارف ازاي تقدم البرنامج. بتعمل كفر للمشروع، ولو عامل تعرف تعمل بقى الخلفيه، لو تلاحظ ان ظاهر تحت كده ايه اللي اوت بتاع المشروع، وتحدد له برضو حجم الطباعه، تمام. وبتعمل الكونتنتس ايه اللي هتقدمه، بتقدم جنرال انفورميشن اباوت بروجكت والسايت لي اوت وليست اوف سامبلز اند ابريفيشن والريسورس هيستوجرام والسمري تايم سكادول والكريتيكال باث والديتيلز ايه والديتيلز سكادول. دي طريقه التقديم، هنتكلم فيها في التفصيل بعد ما نخلص، تمام. طيب يبقى اذا اي اختصار حضرتك بتكون مقدمه، تمام. طيب بدات انا، لاحظ ان الاكسل دي بص بسيط جدا يا شباب عشان بس كله يبقى مستوعب معايا وفاهم. انا عملت ريبليكيت، بكرر كل الكلام. انا مثلا الاعمال، انا ما هي كل زون من هنا، كل زون من هنا فيها كل الاعمال اللي احنا ايه اللي احنا هنعملها. يعني اذا كل منطقه هنا في مشروع فيها صرف وفيها ميه وفيها اناره وفيها كهرباء وفيها الكلام ده كله، تمام. يبقى اذا الاكسل عشان بس من الوهله الاولى ما تحسش ان هو ضخم والكلام ده كله، هو متكرار. يعني لاحظ ان مثلا زون 2 فيز 1، زون 2 فيز 2، زون 2 فيز 3، زون 2 فيز 4، وبعد كده اتنقلت على زون 3. لاحظ ان انا مش ماشي بالترتيب، انا بدات في زون 2. وليه انا مش ماشي؟ دي حسب طبيعه سياسه العمل، لان في شريك تاني او في مقاول تاني موجود، تمام. طيب نفس القصه، زون 3 فيز 1 فيز 2 فيز 3. ولاحظ ان انا لو تفتكروا معانا قلت لكم ان زون 3 فيها متقسمه لثلاثة بس، تمام. زون 3 هي متقسمه لثلاثة، تمام. بدات نخش برضو على زون، زون 4، زون 1، جت زون 1 اهي، زون 1 فيز 1، زون 1 فيز 2، زون 1 فيز 3، وهكذا ايه فيز 4. واخر حاجه كانت زون 4 عندنا فيز 1 فيز 2 فيز 3 فيز 4، تمام. اذا دي يا شباب اللي هي الدبليو بي اس، بسيطه. وخد بالك بسط عشان تعرف ايه تشتغل، لو صعبت هتصعب على نفسك. بمعنى ان حضرتك بتبني، هل الكلام ده في صعب ان انا اعمله على الاكسل؟ لا ما فيهوش صعوبه، حضراتكم كلنا شغالين اكسل، تمام. بتعمل اول بار، وهعمل مع حضرتك ازاي تعمل اول بار دلوقتي، وهنبعته الاكسل وحضراتكم تكملوا، تمام. بتعمل اول بار وبعد كده بتكمله، تمام. لاحظ بقى هي التركه الوحيده اللي هيكون فيها شغل، اللي هي مساحه كل منطقة، تمام. طيب انا مساحة كل منطقة بتجيبها منين يا باشمهندس؟ بيكون عندي الـ طبعا انا في ملف دي مقسمه لزونز، ولو لقيته هبعته لكم، بس هو مش موجود معايا حاليا. طبعا عشان انا عارف في المشروع فحافظه، فهي دي زون 1 وزون 2 وزون 3 وزون 4. ببساطة خالص عايز تعرف هنا بقى اللي متغير عندي، اللي متغير عندي ايه؟ مساحة الزون نفسه، يعني ما الفيز نفسه، تمام. ومساحة الزون برضو، يعني انا عندي الزون هنا، ماشي. الزون هنا يا شباب دي كلها لما نيجي نتكلم مثلا دي، لو عملنا ار اي سي للارك، دي كلها زون، اللي هي زون 1 وزون 1 وداخل زون 1 فيها فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 وفيز 4. اذا ايه اللي هيختلف؟ يعني اذا الاسماء عندي ثابت، الاسماء عندي، الاسماء دي ثابت، تمام. وهتكررها، يعني لما بنبني انا بتبدي برنامج بتيجي مكرر الكلام ده كله، وتيجي حاطه ورا بعضه، او بتخلص واحده وبعد كده تاخد كوبي وبيست، وبعد كده بتغير ايه؟ بتغير المساحه. اللي بيتغير عندي المساحه، المساحه دي خاصه ب مثلا زون 2، دي المساحه بتاعتها كلها، تمام. بس فيز 1 في زون 2 دي مساحتي، وكذلك فيز 2 دي المساحه بتاعتي، فيز 3 دي المساحه بتاعتي، فيز 4 دي المساحه بتاعتي. يبقى اذا اللي بيتغير عندي في كل الكلام ده كله المساحات، ما هو ده طبيعي،
طبيعي ان المساحه دي. طيب حضرتك انا كبلانر بجيبه ازاي؟ بجيبه بسيطه خالص، يعني اي واحد اكيد عارف، وانت حضراتكم كلكم عارفين، بتبقى عامل كلو لاين وتدوس بي ال على بتحدد عليها، لو حضرتك مثلا ايه بي ال على الكمبيوتر على الكيبورد، وتمشي عليها كده، ومش لازم الدقه يعني بنسبه 100%، ولكن في النهايه تبدا تشيك على المساحه الكليه لو لقيتها قريبه يعني. تمام، عايز تشتغل بقى بدقه بقى وتظبط ايه الكلام ده كله. بعد ما عملت البولو لاين بتدوس عليه كده وتدوس على ال اي، بيديك المساحه دي، المساحه بتاعت الايه؟ بتاعت المنطقه، وتبدا شغال عليهم. يعني مثلا عندي المساحه بتاعت المنطقه دي، والمساحه بتاعت المنطقه دي، والمساحه بتاعت دي، نبدا نجيب المساحات كلها. تمام؟ يبقى اذا انا جبت المساحات. ليه يا باشمهندس جبت المساحات؟ لان انا اصلا خد بالك انا العقد بتاعي لام صام، انا اللي هيتغير عندي المساحات. تمام، لان هو اللي مذكور لي عندي، اللي اتذكر عندي هي المساحه، فانا شغلي كله على المساحات. ودي فيها تحفظ شويه في الكهرباء والاناره، وهقول لحضرتك لما نوصلها، لان عميد الكهرباء بالعدد. طب انت ليه شغال بالمساحات؟ لما هنيجي عندها هنوضحها لك. تمام، طيب بعد كده عرفت ازاي نجيب المساحات، عرفنا ازاي نجيب المساحه دي. يعني اذا انا عندي لو هنجيب زون 2، تمام، زون 2 عامله 108 400، لو قسمناها كده عشان بس يبقى واضح الرقم، 1,084,427. تمام، دي المساحه بتاعتها كانت عامله 1,000,000 وكسور، لانها طبعا هي في النص تقريبا، المساحه دي في النص، عشان كده مساحتها كبيره. تمام، طيب حضرتك هتجيب لي زون 2 ازاي يا باشمهندس؟ زون 2 اللي هي المنطقه دي، حضرتك بتبدا تشتغل عليها بولو لاين زي ما قلت لحضرتك، بتدوس البي ال وتبدا تشغل. على سبيل المثال لو انا هنشتغل مثلا زون 1، اهي هنشتغل مثلا المنطقه 1 بالكامل، اهي شغال. تمام، وتيجي عند الارك دي يا باشمهندس، لو انت حضرتك بتدوس ايه هيقلب معاك الارك، وبعد كده تقول له ال تاني وتكمل. تمام، وتدوس طبعا كنترول زد عشان ناخدوها ارك تاني يا شباب، عشان كله عارف ايه هي. بعد كده تدوس ناخدوها ارك برضو دي، بعد كده ناخد دي ارك، بعد كده ناخد دي ارك مقلوب، ونقفل نقفل الخطين دول على بعض. تمام، وبعد كده اسحب دي اجيبها هنا. دي شغل كاد يا شباب، واكيد يعني اكيد حضراتكم اشطر مني في الكاد يعني. تمام، يبقى اذا انا ايه، انا كده جبت زون 1 بالكامل. تمام، مجرد ما ندوس عليها كده وندوس ال اي جاب لي ايه، جاب لي المساحه بتاعتي اهي. تمام، اهي يا شباب دي الاريا اهي، كنا ندوس له على الاريا، الاريا اهي يا شباب. تمام، حضرتك ازاي تجيب الايه، تجيب الاريا بتاعت كل منطقه. قد تختلف مثلا، مثلا لاحظ ان من زون 1 مثلا لو هتبقى يعني قريبه منها، حضرتك تتحقق منها مثلا زون 1، مش هنختلف في كلمه الاريا دي، لان ممكن تكون الرسم اللي معايا قديمه بس شويه، او مختلفه عن الرسم اللي احنا شغالين عليها. مثلا 612,600,659. تمام، اللي طلعتها دي مختلفة شوية تقريبا، ممكن تكون الرسمة مختلفة عن، أو إحنا واخدين، أنا كانت الحسابات تقريبا من الاتفاق من سنتر لاين الطريق، لاحظ إن دي زون وفي هنا مسافة، فتقريبا هي دي كانت زيادة شوية عشان إحنا كنا واخدين من سنتر لاين الطريق. تمام، ودي حقنا طبعا لأن المساحة إحنا واخدين باللمسة. تمام، طيب بنرجع مرجوعنا، إذا إيه أعمال المساحات، عرفنا ازاي حضرتك بتجيبه، يكون عندك الموقع العام بالكامل اكيد، يعني عندك اللي اوت، يعني ابسط حاجه. انا دلوقتي ما جيتش اي رسومات على فكره، انا الان ما استلمتش رسومات لان انا في بدايه المشروع. تمام، معايا بس اللي اوت بتاع المشروع، وممكن ده ساعات كمان يكون معاك بي دي اف، دي مشكله طبعا بتضطر تحوله لكاد. تمام، طيب بعد كده حطيت، خدت، قلنا هناخد مثلا زون 2 وهنبنيها بنفس الطريقه دي، وهناخدها كاب وبست زون، ونعمل منها فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 وفيز 4، ونعمل منها زون 2 وهكذا، ونعمل منها زون 1 وزون 3 وزون 4. اللي هيتغير معانا الايه؟ المساحات. تمام؟ بعد كده
بعد كده كل اللي انا عملته السيتنج اوت ان روت سيرفي ان اتش اس اي، اللي هي طبعا خلي بالك وقلت لحضرتك الاتش اس اي ريكويرمنتس في ليست اوف سامبل ان ابريفيشن لازم تكون موضح، اللي هي الهيلث والسيفتي والانفايرمنت، الاعمال الصحه والسلام والبيئه والكلام ده كله. تبقى اذا كل اختصار بيتكتب هنا انت بتقدمه في الليست اوف سامبل ان ابريفيشن. وبعد كده الترانش اكسكافيشن، لاحظ لاحظ بقى انا ايه، انا كل الحكايه ما بخترعش، انا ما بعملش حاجه جديده اهو عشان بس نبقى ماشيين كلنا مع بعض اهو. الرفع المساحي وتحديد مسار الحفر وتجهيز الموقع. كلمه تجهيز الموقع ده هي اللي هي تجهيزه من اعمال السيفتي والصحه والسلامه والاعمال البيئه وكل الحاجات دي كلها، خاصه طبعا الناس بتوع الكواليتي كنترول والسيفتي بيفهموا مني اكتر مننا في الكلام ده كله. طيب يبقى اذا انا خدت النشاط ده هو مجرد ان انا ايه قلبته بالانجلش بس فقط. يبقى الرافع المساحي انا عملت هنا اهو سيتنج اوت ان رود سيرفي ان اتش اس ريكويرمنت اتش اس اي ريكويرمنت، تمام. يبقى اذا اول نشاط انا مجرد حولته بالعربي. طيب الحفر حتى منسوب قاع الحفر شامل ترحيل ايه ناتج الحفر، تمام. طيب هنبدا هنبدا الترانش، خد بالك بقى ترانش اكسكافيشن ان انسبكشن، تمام. كل الحكايه برضو ان انا حولته، كذلك البيدنج ان ليفلنج ان انسبكشن. في هنا بقى ايه انشطه هتلاقيني انا زودتها شويه، مثلا ايه الحفر حتى منسوب قاع الحفر، وزودت حاجه اسمها حاجه اساسيه برضو اللي هي البيدنج الليفلنج، ووزعت سعرها. لاحظ خدوا بالكم بقى يا شباب، اذا المساحه دي يبقى اول، دي اول حاجه دي الانشطه انا بجيبها منين؟ انا جبتها من هنا. هنراجع في مراجعه سريعه مع بعض. اول حاجه دي الدبليو بي اس اللي حضراتكم جبناها وقسمناها، جبناها منين؟ جبناها من اول ورقه هنا، من الورقه دي، وجبناها من اللي اوت، تمام. عملت ايه؟ خدت من الورقه من اللي اوت ده، او ده من الدبليو، من الورقه دي ومن اللي اوت دي، عملت ايه؟ عملت الدبليو اس اللي حضرتك اللي شرحناها. طيب دي خليه بعدين هنتكلم عليه وهعرفك ازاي تعمله، دي ما فيهوش صعوبه حتى لو دلبناها دلوقتي ايه عشان ما حدش يشغل باله بيه. طيب احنا ممكن ايه عشان ندلته لازم نعمل فلتر، مش وقته، او ممكن ايه اجيب معانا، لا مش هجيب غير ايه بار بار، فلازم نعمل له فلتر، مش وقته. طيب نجيب فلتر، ممكن نجيب هنا فلتر. طيب ديليت، هعرفك ازاي تعمله بعدين، تمام. طيب يبقى اذا انا عملت ايه، انا عملت كده بنيت الدبليو بي اس بتاعتي ببسيطه خالص، بدات نبني الاكتيفيتي نيم. كل اللي انا عملته طبعا احنا كنا واقفين عند النشاط دي دلوقتي، اللي هو ايه اعمال الحفر اللي انا خدته ايه، خدته من هنا الحفر حتى منسوب. طبعا انا شغال هنا ايه في شبكه الصرف، كل شبكه بعمل لها نفس الكلام، اللي هي كل شبكه، ما هي كل شبكه عندنا اهي في الكلام موجوده هنا، تمام. ودي موقع بنكرر كلامي عليها، بنكرر كلامي دي موقع على الاستشاري والمالك، عشان بس ما نجيش نقول لك لا كنت زود لي كنت قلل لي، الكلام ده احنا ايه حافظينه، تمام. طيب اعمال الحفر، طيب زودت بقى انا ايه، زودت حاجه بقى ايه البيدنج اند ليفلنج اند انسبكشن، اللي اعمال التطهير بعد ما بخلص حفر وبتاع مش عارف ايه، وحطيت لها وهقول لك دلوقتي هنشرح لحضرتك ايه الكولوم دي. بعد كده السبلاي انسوليشن، يبقى الباند بقى اللي بعده بقى، الباند اللي بعده كان ايه السبلاي والانسوليشن والجوينينج اند الاينمنت اوف بايب، اللي هو ايه، اللي هو الباند ايه توريد المواسير والقطع الخاصه. انا شملت ايه هنا دلوقتي، طبعا الباند هنا شامل ايه توريد المواسير والقطع الخاصه وتركيب المواسير والقطع الخاصه. يبقى اذا انا عملت دمج لبند رقم 3 هنا مع 5 مع بعض، تمام. حضرتك بتقسم زي ما حضرتك عايز، هل الكلام ده صح؟ لا، لان الكلام اللي انا بقولك دي بتعمل بند للتوريدات، وفي الكيس ستادي الثانيه اللي انا هشرحها لحضرتك هنعمل هعمل هعرف حضرتك ازاي تعمل توريدات، تعمل باند الدبليو بي اس للتوريدات، وحسب برضو طبيعه المشروع،
تمام، هتلاقيني انا هنا هنضيف التوريدات بطريقه معينه، وفي الكيس ستادي يبقى هنضيفها بطريقه معينه. ليه؟ لان كان الملك بيشجعني كده، الملك بيقول لي انت هتاخد 50% من التوريدات، وبالتالي انا عملت لها اهتمام وحطيت لها اهتمام جامد جدا. فحسب برضه سياسه المشروع وحسب انت هتكتسب الحاجات دي من خبرتك. تمام؟ يبقى اذا انا السبلاي والانسوليشن والجويننج اند الاينمنت اوف بايب دي حطيتها نشاط واحد. طيب ماشي. طيب السبلاي، السبلاي برضه والانسوليشن اوف مان هولز اند ايه اند هوك اب اللي هو بند الخاص بالمناهيل اللي انا جبته برضه حضرتك، انا جبته ايه؟ توريد وتركيب وتشطيب ايه؟ وتشطيب توريد وتركيب وتشطيب المطابق اللي هي المناهيل. تمام؟ بعد كده النشاط برضه اللي احنا واقفين عنده اللي هو السيستم تيستنج اللي انا جبته برضه من هنا ايه؟ اختبار ايه؟ اختبار المواسير. تمام؟ بعد كده اعاده ردم الخطوط الرئيسيه حتى منسوب الارض الطبيعيه شامل تركيب الشريط التحذيري. هو ده اللي هو بقى اللي هو ايه بقى؟ انستول ويرنج تاب الركب انا التاب اند باك فيلينج ورك اند باك فيلينج وركس فور بايب ايه؟ فور بايب سترانش. هو نفس النشاط. وبعد كده اخر نشاط كان معانا اللي هو ايه؟ اخر نشاط او اخر نشاط في الخطاب اللي احنا مقدمه التوصيلات المنزليه بكافه مشتملاتها. عملت ايه انا ايه؟ سبلاي اند انستوليشن ذا هاوس كونديشن ويز اول كومبوننتس اند انسبكشن. تمام تمام انا دلوقتي كل اللي انا عملته انا ما عملتش حاجه. لاحظ انت بتخطط بس مش واخد بالك، خلي بالك يعني بالنسبه للناس اللي بالها او هم كانوا مفكرين ان الماتيريال بعبع وان في تخش وتعمل وتربط، انت لسه شغال اكسل لو وبسط. انا بكرر كلامي، بسط 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 شغلك. تمام. طيب وقلت لحضرتك طبعا دي بالمتر المسطح، وعرفنا ليه بالمتر المسطح، ودي الامتار، وفهمت حضرتك بتجيبها منين. ايه بقى الارقام ده؟ هي البسيطه الارقام دي يا باشمهندس هي الارقام اللي احنا التقسيمه دي. تمام، اللي هي التقسيمه دي كل مثلا بالسعر. لاحظ هنا مثلا ايه؟ هتلاقيه مختلف مثلا هنا، وهنقول لحضرتك مختلف ليه. طيب كل اللي عملته دي بتساوي دي في دي، طلع لنا ايه؟ طلع لنا بالمساحه. تمام. طيب كده الى الان ما فيش اي حاجه. هنبدا بقى ايه؟ هل بقى السؤال، انا عايز هناخد فصل صغير كده، لان خلاص هو كده احنا فهمنا المجمل العام يا شباب، وان شاء الله في نفس الميعاد، وهنبدا ان شاء الله محاضرتين، هناخد محاضرتين في تكمله الاكسل دي. تمام؟ ومحاضرتين او ثلاثه ان شاء الله، وبعد كده هننطلق للبرمافيرا. وبحب اطمنكم يعني ان شاء الله الموضوع بسيط جدا زي ما انتم شايفين، ما هو ما فيهوش صعوبه. هنبدا نتكلم في الكلام السلس دي محاضرتين ثلاثه، وهنفصل ناخد اقتراحات الناس وكلام الناس، ونكون برضو ظبط الورق السيكونس العمل ورا بعضه كده عشان بس ما تتشتتوش في كذا حاجه. تمام. وهيتبقى اخر ثلاث محاضرات ان شاء الله هيكونوا بريمافيرا، هتستوعبوهم ان شاء الله. فاستاذنكم بقى ايه ان انا هنقفل دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.